والآن سوف نبدأ مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم. أولاً، مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر، والتي سوف يتم توقيعها من قبل المفوضية الأوروبية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء المصرية. حسناً، انتهينا من مراسم التوقيع. شكرا لكم. والآن سنوقع إعلان العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، سوف يتم توقيعه من قبل المفوضية الأوروبية والوزيرة المشاط وزيرة التعاون الدولي بالنيابة عن مصر. إذن هل يمكن أن تقفوا جميعا لكي يتم التقاط صورة جماعية؟ شكرا.